طيب اسمح لي ان انا كمان اشرك الساده المتابعين والمشاهدين في الحوار. انا عندي الهاشتاج بتاعنا السوبر اندر سكور طلعت اندر سكور يوسف، في رسائل كتير جدا وتعليقات جايه لحضرتك. محمد عبد العزيز بيقول كابتن طلعت من اكتر المدربين المصريين اللي بيعرفوا يقروا الملعب ويوظفوا اللعيبه ويعرفوا وجه الكبار بدون خوف. مينا عزت، حضرتك من الناس اللي ليها فلسفه نادره في الكوره، ايه راي حضرتك في مارتينيول مع النادي الاهلي؟ مارتينيول انا شايف انه في فتره قصيره جدا جدا، بص المدرب محتاج لوقت عشان يحط ايده على سلبيات وايجابيات الفرقه بشكل عام. انا شايف انه الراجل ده في فتره قصيره جدا قدر يحط ايده على الكثير من الايجابيات والكثير من السلبيات اللي موجوده جوه. ما اقدرش اقول ان هو بقى يعني حاطط ايده على كل حاجه، لا محتاج لوقت، لسه محتاج لوقت ومحتاج لتجارب ومحتاج لماتشات ومحتاج لمواقف سواء كانت فنية أو سلوكية جوه الفرقة. خلي بالك أنت محتاج لأنك تعرف شخصية كل واحد في الفرقة إيه، يعني إزاي تتعامل معه، إيه مداخله وإيه مخارجه. مش كل لعيبة زي بعض. المدرب الناجح هو المدير الناجح، مش المدرب الناجح. لو مدير ما كنتش مدير بتدير، يعني الهدف مفهوم معنى لفظ المدير مفهوم أيوه إنك مفهوم تدير. إذا كنتش هتدير منظومة كرة القدم داخل النادي اللي انت بتتولى مسؤوليته بفكر وبتفتح متميز، هتنزل الملعب هتلاقي نفسك صفر. بس الاجانب غيرنا شويه، يعني الاجانب ما عندهمش القدره على ان هم يشوفوا 30 لعيب في تمرينه واحده. طبعا ده رقم بالنسبه لهم مهول، يعني هم بيتخضوا من الرقم ده. يمكن احنا المصريين شويه عندنا طولة بال ان احنا نبص على ال 30 لعيب، صح ولا انا بتكلم غلط؟ انا رحت كانوا في بتروجيت كانوا 36، 36 دلوقتي بقوا 28. تعرف ازاي تبص على كتير، تعرف ازاي تبص على مشكلة 36 كبيرة لعيب؟ جدا. يعني انا بعذره لكن هو مجبر لان هو يتعامل مع هذا الموقف، يعني مارتينيول مجبر ما عندوش اختيارات. وماكلش الاثنين يعني. فانا شايف ان هو يعني بيؤدي بشكل جيد جدا جدا في ظل الظروف اللي هو فيها، وخلينا ما نغفلش دور مجلس إدارة النادي الأهلي. ازاي؟ ما هو المدرب إذا المجلس الإدارة ما بقاش باكينج له وسبورت له وفي ظهره، مش شكل مش منظر، يعني أنا ايوه في ايوه ظهرك مفهوم منظر لكن مفهوم لما مجرد ما تعرج أقوم دايس عليك، لا دي مش مساندة خالص. ايوه يعني ايوه الإدارة الواعية هي الإدارة اللي تقف مع المدرب في وقت الإخفاقات واضحة وصريحة. وأنا بكسب ما تجيش ناحيتي، أنا مش محتاجك. زي الجمهور، بالظبط. الجمهور اللي بينتمي لنادي مطالب بانه يقف ورا فرقته وقت الانكسار، صح. لكن وقت وانا واقف على رجلي وماشي وبجري انا اسف يعني مش محتاجك قوي، مش محتاجك، صحيح. يهمني سعادتك لكن مش محتاج لمساندتك قوي. انا احتاج لمساندتك وانا منكسر، انما لما بلاش منكسري، لما اخفق يعني، اصل الانكسار ده صعب. انه لما ابقى مخفق اخفق ومجلس اداره النادي ما يبقاش ورايا اكيد. فهو يعني مجلس اداره النادي الاهلي اتصور ان هو وراه وعنده قناعه بيه، وده شيء يعني مساعده في انه يحقق نجاحات.